النادي الاهلي نادينا العظيم اللي يمكن كسب المباراه الوديه الثانيه امام اسوان، كسب 2-1، ومن خلال المباريات ديت قبلها بتروجيت طبعا كولر المدير الفني الجديد للنادي الاهلي بيقف على القدرات، سواء القدرات الفنيه او القدرات البدنيه للعيبه. قبل المباراه طبعا هي الاهم في مشوار النادي الاهلي، بدايه المشوار الافريقي ان شاء الله بينتظرنا مباراه مع اتحاد المنستيري التونسي، طبعا زي ما بقول فريق لا باس به، فريق يمكن انهى الدوري التونسي في المركز الثاني يمكن بفارق نقطتين عن الرجاء، وبالتالي مباراه قويه جدا جدا اللي خلاص تم تحديد ميعادها ان شاء الله يوم 9 اكتوبر اللي جاي. على الترجي مش على الرجاء، فعلا بيصلحوا لي المعلومه، لكن زي ما بقول لحضراتكم فريق لا يستهان به. المباراه الاولى ان شاء الله هتكون يوم الاحد 9 اكتوبر باذن الله، بدايه مشوار مهم للنادي الاهلي برئاسه طبعا اداره فنيه جديده وكلنا طموحات صفقات جديده، ان شاء الله تكون بدايه وانطلاقه جيده لفريق النادي الاهلي.